أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في العيد 18 للشعوب والأمم والقوميات، والذي يتم الاحتفال به في هذه السنة في عاصمة إقليم الصومال في مدينة جيكجيكا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اليوم هذا باحتفال 18 بشعوب إثيوبيا إننا فرحانين جدا. تمتلك إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة تنقسم على 83 قومية، وتسعى في 8 ديسمبر من كل عام إلى إظهار عاداتها وثقافاتها المختلفة من خلال تمازج وطني. سمي يوسف محمد. اسمي يوسف محمد وجئت من إقليم العفر من قومية أرقوبة، وفي كل عام يتم الاحتفال بيوم الشعوب والقبائل والقوميات، أحضره وأستمتع بالاحتفال، وهذه المرة 11 التي أحضر فيها على التوالي. والشيء المميز حول هذه الاحتفالات أنه يتم فيه تبادل جميع القبائل والقوميات، العادات والتقاليد والثقافات المتنوعة، وهي فرصة للتعارف ببعضهم البعض، وهذا شيء يبين أن إثيوبيا فيها محبة بين الشعوب وتقارب وتفاهم، ويبين أيضا أن إثيوبيا بلد ذو عادات وتقاليد مختلفة ومبهرة، وأنها دولة محظوظة كونها بلد يحتضن بتاريخ وإرث عريق. وتمتزج هذه الساحة التي ترونها خلفي الآن بالعادات والتقاليد الإثيوبية الفريدة، حيث تسعى إثيوبيا من خلال هذا التجمع السنوي إلى إظهار عاداتها وثقافتها، وتعتبر متحفا للعادات والتقاليد الوطنية. اسمي مريم نور، جئت من إقليم العفر. الأجواء في جيكجيكا جميلة جدا، كما أن وحدة الشعوب والقوميات الإثيوبية خلقت جو التحابب والوئام بين الإثيوبيين أجمع. نعم، يوم الشعوب والقوميات يوم نظهر فيه عاداتنا وتقاليدنا الإثيوبية، وأرى أن الجميع يتمتع بهذا الجو البهيج الاحتفالي، ويبرز الثقافات والعادات الإثيوبية بأسمى آياتها. بيرمز للدين للإسلام، يعني هون في ثلاثة بنسميه في الحرية تاكيت، عندنا في هون ثلاثة وهنيك ثلاثة، هذول الستة مع بعض بيعملوا 6 أركان الإيمان، وهون في 5 أركان الإسلام، وهون في 5 صلوات، يعني 5 ندبة 5 صلوات بيرمزوا، وهذول 99 يعني أسماء الله الحسنى 99. كتير أشياء في الحرية نعمله في اود نمبر، رقم رمزي، مثل هلا في الجوجل في 99 مسجد يعني كاسماء الله الحسنى 99، وفي كثير شغلات يعني اكثرون 360 طرق يعني كالقران، يعني كل شيء بيرمز للاسلام والايمان. تقام الاحتفالات في هذه السنة تحت شعار التنوع والمساواة من أجل الوحدة الوطنية، ويتميز الحفل في هذه السنة بإظهار العادات والتقاليد والثقافات والموائد المتنوعة التي تتميز بها إثيوبيا، والتي تعزز الروابط الاجتماعية، والتي من دورها ستساهم إلى ترسيخ قيم الوحدة والسلام والوئام معا إلى مستقبل مشرق. تمبارو الشمين دقالي عزيني دي تمبارو الشمين دورجي دوري ساري